بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من صوتكم من استوديو 185 من قناة الفلوجة الفضائية العراقية الغراء. أيها الأخوة المواطنون، أزمة مقبرة جامع الشيخ معروف الكرخي في بغداد تتفاعل برغم تنويه وتوضيح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. وأنا بدي أقول حكاية كمواطن، طبقا للمادة 38 من الدستور حق التعبير عن الرأي مكفول. في يوم أمس عطلة البرنامج، عشرات من المشايخ ومن المواطنين طلبوا أن يتحدثون وياي عن هذا الموضوع، وقالوا نسألك سؤال محدد. قلت لهم تفضل. وقالوا كمواطن يا أنور الحمداني، أنت صوت الناس وتقول أنا خادم المواطنين وخادم العراقيين، بدي أسألك، صارت على منارة جامع العساف بالبصرة وراها أزمة، ورا الأزمة انسدت كل الحلوق، وذيك الحجارات والطابوقات، يسمع عن حسك قدام جامع العساف شو؟ وين الوعود انه قالوا راح نسويها؟ كل شيء ما صار. والآن هسه المقبرة ويريد يشيلون عدد من القبور وينطون مهلة للمواطنين 15 يوم يقولونهم شيلوها وغيرها، وجامع ام الطبول مهدم الصميدة عم سويها مستودع لجمع السلاح والميليشيات بدعم من احدى الجهات المسلحة في العراق المدعومة من الجارة الشرقية ايران. قلت لهم ايه. قالوا الجامع الكبير بسامرة خو ما هم نسيته. قلت لهم ايه. قالوا اريد نسألك بالله، هاي ليش بس تصير علينا؟ هذا سؤالهم. لو على الطرف الثاني، لو على شيء يخص العتبات أو يخص الوقف الشيعي، الوزير يقدر يتحرك بكيفه، يقدر يشيل بكيفه، المحافظ يقدر يهد منارة بكيفه لو مئذنة. قلت لهم يا جماعة ليش ننحدر الحديث؟ ليش نفكر بتفكير ضيق؟ ليش ما ننطلق للفضاء الوطني كليتنا عراقيين وما يصير نحكي بهذا الموضوع؟ قالوا لا لا لا، أريد أسألك كمواطن بالله عليك، لو هذا الأمر يخص الوقف الشيعي، وزير الإعمار والإسكان بنقير ريكاني التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني يقدر يسوي هيك شيء؟ رجع للزميل المخرج بعد ما كملت الحوارية. ولا محافظ البصرة يقدر يسوي هيك شيء؟ ولا بالجامع الكبير بسامرة يقدر يسوي هيك شيء؟ أنا هنا اضطريت أجاوب وأقول لهم أشهد ما بالله ما يقدر يسوي هيك شيء، لا هو ولا الوراه ولا العينة ولا الدزنة إياه. والله يا عمي ما يقدر يسوي هيك شيء، غير لله احكيها لله، والله يا عمي ما يقدر يسوي هيك شيء. يخاف ليش؟ لأن هناك عنده جهات مسلحة وراء، وهنا من يستضعف الناس لا يكون أمين على المسؤولية. نقطة رأس سطر. أنا أقول كلمة الحق له على نفسي. نعم، منطين مهلة 15 يوم وقايلين بيها وين اللافتة مال 15 يوم؟ يقولوا لهم 15 يوم تعالوا شيلوا القبور، هاي تباشر وزارة بالتنفيذ مشروع مجسر الطلائع وربطه بطريق البيجية مشاريع فك الاختناقات، وحيث أنه لا بد من إخلاء مساحة 20 متر من القبور لمقبرة الشيخ معروف الكرخي، لذا نهيب بذوي المتوفين الواقع مراقدهم ضمن مساحة الإخلاء بضرورة حضورهم لنقل الرفات المقفور لهم بإذن الله وبالصورة الشرعية ولموعد أقصى 15/12/2023 إعلان من وزارة الإعمار والإسكان دائرة الطرق والجسور. 15 يعني بعد 10 أيام. البارحة في ظل هذا التصعيد الشعبي اللي صار، طلعت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة ووزيرها الأخ الأستاذ بنقير ريكاني بتنويه، يقول
كان المخطط أن يكون هناك شارع داخل مقبرة الشيخ معروف، لكن الحكومة قررت استبداله بمجسر لتقليل عدد القبور التي يتم رفعها. 2، جميع الخطوات تتم بالتنسيق مع الوقف السني ويتم عرضها على الفقهاء وفق القواعد الشرعية. 3، لا صحة لما يشاع حول رفع المقبرة بالكامل، وإنما فقط القبور التي تتقاطع مع أعمدة المجسر التي سيتم تقليصها للحد الأدنى بإنشاء مجسر ذي فضاءات طويلة. 4، جميع الرفات سيتم نقلها على نفقة الوزارة وبإشراف العلماء. ما ترجع لهنا؟ قبل ما أوجه رسالتي أرد أقول لك أخي بنقير ريكاني، ترى أنت وزير مو دفان، والوزارة خدمية مو شركة دفن موتى. هذه النقطة اللي كتب لك إياها وانت جيت وقعت بالأخضر من رأس أساسها غير مقبولة إداريا. انت شلك علاقة؟ جميع الرفات سيتم نقله على نفقة الوزارة وبإشراف العلماء. شنو انت دفان أخوي؟ جاوبني، تدفان؟ هذا الكتاب لك إياها سوي له كتاب توبيخ. خلي أكمل وراجع لك برسالة، خليك وياي. العمل داخل المقابر ليس جديدا لأغراض المصلحة العامة، وحتى مقبرة الشيخ معروف نفسها تم رفع عدد من قبورها في التسعينيات لأغراض بناء الجامع والشارع وغيرها الكثير من الأمثلة داخل العراق وخارجها. هسه ما افتهمت، انت جاي تمتح النظام السابق لو جاي الذمة؟ يعني هسه اللي صار بالتسعينيات يعني انت تقولنا صحيح مثلا؟ دا تمدح انت هسه؟ مو دا تمدح؟ مو اني، هم اني ما حكيت. الشركة المتعاقدة استعجلت في وضع اللافتة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفق القانون الأصولي والأصول الشرعية. هاي الشركة، هاي مو شركة خاصة، هاي تابعة لك للوزارة. ليش تستعجل بكيفها؟ مو بيها مدير عام؟ مدير عام مو ترأس هيكلية بالوزارة؟ بيها وكلاء وانت وزير؟ وآخر شيء يقول أشكر الأخوة في الوقف السني والهيئات الشرعية فيها على الحرص الكبير للعمل لما فيه خير البلاد. وهاي حسك هسه بطلونا من اسلوب الاتحاد الوطني لطلبه وشباب العراق، خلونا نحكي كوزراء وكرجال دوله. هاي حسك حتى يقول يا جماعه ترى الوقف السني موافق لي. هاي حسك يعني، هاي مال اشكر، شنو علاقه الشكر؟ تشكرهم على شنو؟ سووا لكم اشكر. حتى يقول لا تحكوا ويا، احكوا ويا الوقف السني. لا احنا كمواطن راح نحكي وياك. انا كمواطن اسمي انور الحمدان راح احكي نيابه عن اهالي منطقه الشيخ معروف وذوي المتوفين اللي من بيناتهم اذا ناخذ القبور ليس فقط علماء وفقهاء وأدباء وشعراء وفنانين كناظم الغزالي والفنان نزار السامرائي وغيرهم، لكن أرد أقول حكاية وحطوا لي صورة الوزير وتوجه له رسالة. أخي وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنقين، أول شيء هذا الإجراء أنت إجراء خاطئ ومستعجل، ويفترض أن تراعي الظروف الآن في إطلاق هذا المشروع بما يلي. أول شيء إحنا مقبلين على انتخابات مجالس محافظة، خلي يصير عندنا مجلس محافظة بغداد هو يقرر. أنت جهة تنفيذية، أنت لو كنت وزير في الإقليم ما راح تقدر تسوي هذا اللي تسويه. هم تخضع لإرادات تتعلق بالطبيعة المجتمعية قبل ما تتخذ هذا الموقف. 2، ليش تسوي مجسر؟ ليش ما تسوي نفق؟ سوي نفق واحفر جوا القاع 20 متر. ما تدبرها انت وزارتك والشركات المتعاقد وياها؟ روح ذيك تركيا تعاقد ويا شركات تركيا. هسه مو اكو مقبره باسطنبول؟ مقبره هاي كل مره نمر عليها، شنو هاي؟ مو بصفا اكو نفق؟ مو داخل المقبره؟ انت وياي دكتور علي واثير، مو جوا المقبره؟ شو اسمها مقبره منو؟ ما يعرفوا، نسوا الجماعة. فأنت أخوي علي شو تسويها؟ يا أخوي اسطنبول سووا قناة تحت البحر 30 متر، ايش تحكي أنت؟ سوي لك بدل مجسر جيب شركات ومكتب هندسي وقول نريد نسوي نفق. 3، أنت مثل ما قلت لك قبل شوي، أنت مو دفان، مو من حقك تشيل قبور. أنت شنو تشيل قبور؟ مو من واجبك. إنما أكو هيئات شرعية ودينية هي من تقوم بذلك. 4، بدل اللافتة اللي انت حاطها، قبل شوي، ايش بتطلع اللافتة مال وزارتهم؟ طلع لي اللافتة، طلع لي اللافتة يا اخوي، ايش بيخليك وياي؟ بدل هاي اللافتة مال دائرة الطرق والجسور، انا اطالبك كمواطن حتى لا تتصرف تصرف يدلل بانه انت بس ويانا
تقدر تحكي، وبالاقليم وبغير جهه ما تقدر تحكي، روح جيب لي موافقه ما يلي، جيب لي موافقه كبير العلماء فضيله العلامه الشيخ الدكتور احمد حسن الطاها كبير علماء المجمع العلم العراقي وتوقيعه، رجع لي الزميل المخرج، جيب لي موافقه الشيخ نهرو الكزنزا وتوقيعه، جيب لي موافقه مفتي الديار العراقيه الشيخ الدكتور رافع الرفاعي وتوقيعه، جيب لي موافقه الشيخ مشعان الخزرجي رئيس ديوان الوقف السني وتوقيعه، وسوي لافته طولها 20 متر في عرض 6 امتار بها على توقيعاتهم وانهم موافقين بذاك الوقت، من يوافقوا لك؟ احنا موافقين. نقطه راس سطر. خلاص ما عندي شيء بعد وياه. حقيقه وين صوره النائب الشيخ مهيمن الحمداني؟ يا ريت حطوا لي اياها. انا بدي اوجه رساله للنائب الشيخ مهيمن الحمداني، واحد من صقور العراق المدافعين عن كركوك وأهلها بكل قومياتهم. حقيقة يوم أمس وصلت مناشدات من 250 عائلة، دول ال 250 عائلة في كركوك بال 2015 جاية منظمة وهمية منطيتهم على أساس مساعدات وماخذة من عندهم وثائقهم. طلعت هاي المنظمة متعاقدة ويا إحدى الجهات البنكية في كركوك وماخذة باسمهم قروض بقيمة 9 مليار دينار، 9 مليار دينار. وذول الناس بعضهم انجلط ومات، وبعضهم جاي يسأل يقول عمي أنا الآن مقيد بسلفة قيمتها 30 مليون، وأنا جابوا لي سلة غذائية واحدة من المنظمات الوهمية. فالحق لنا يا النائب الشيخ البطل مهيمن الحمداني أن توقف لنا بهالنقطة، فالرجل وقف لهم وإحنا نعلن من استوديو التاسعة أو استوديو 185 بما أنه فترة انتخابية نحن معهم، ويا ريت يطلعون ويانا باكر من مقر السيادة يحكونا أنه شلون أخذوا فلوس باسمائهم وممطينهم سلة غذائية وأخذوا فلوس بدالهم وقروض بقيمة 30 مليون المجموع الكلي 9 مليار، وهاي مدير البنك مديرة البنك هاي وين هاي اللي طتهم؟ شلون ورطوا الناس خطية لا يقرون ولا يكتبون؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. روح الانبار زميل المخرج روح. ويا ابو جردنا عوره حاجردك ديديره، ويا ابو جردنا عوره حاجردك ديديره، سعيد اليوم بوجودي بين أهلي وعزوتي أهل الأنبار أهل الرجال محافظة الرجال الشجعان والنساء الماجدات محافظة الشباب الواعي المتحمس والمثابر لبناء البلد. Never.
بيكم. يعني دكتور علي زكي الشمري يقول لي يا اخ لو البرنو يما، قلت له البرنو هسه يما ابو عبد الله اخوي الشيخ محمد الحمدان، ان شاء الله ترجع الانبار ويرجعون السياده واحنا نرجع للانبار وهناك نسمعك تشيلات البرنو باذن الله تعالى. انا وياي حقيقه اليوم من الانبار، واحد سياده واحد انبار، هو الشيخ اكرم خميس عبد اللطيف المحلاوي. وكفوا من الانبار واهلها وعشائرها وقبائلها والبمحال الكرام. يعني الشيخ اكرم هذا الشاب حقيقه كل اهالي هيت وحديثه والرمادي وغربي الانبار اللي حضروا والمؤتمر اللي صار اول البارحه بحضور القائد العراقي جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله، اشادوا بكلمته اللي كانت من القلب الى قلوبهم وهتفوا باسمه، باسم الشيخ اكرم. ليش؟ لانه ما يعرفوه، هو ابنهم موجود بمناسباتهم قضاياهم يعرفونه ويعرفهم. ليش؟ لانه هم ارجع اقول انت من تختار ابن الثوابت الاصيله اللي جذوره ممتده بارضك وديوانه مرفوع بالعز فوق هذه الارض، اذا انت مختار الصح. لما نتحدث عن الشيخ اكرم خميس عبد اللطيف المحلاوي فعلينا ان نتحدث عن البمحل الكرام، ان نتحدث عن والده وعن جده اللي جابوها من وجود عثماني بالدولة العراقية إلى مملكة عراقية إلى دور ثابت بالأرض يدافعون عن قضاياهم أمام العهد الملكي والجمهوري، والفخر به والعز به وبأخوانه وكل يعني من نذكر جناب الشيخ عادل خميس المحلاوي هذا الرمز العشائري والاجتماعي والسياسة للدورات في البرلمان ناقل هموم أهله في غربي الأنبار. فمن تختارون صح، لأنكم راح تختارون ابنكم، وهذا ابنك إذا ما توقف فيها من يوقف له. شوفني بالله زميل المخرج المادة رقم 15. أتشرف أن أكون ممثلا لكم في مجلس المحافظة. صفة الله على المخلوق أكرم برزقه ومن جدير الخير، أكرم لانتخبك بدم الروح، أكرم لأنك شهد صاحب غايرية. قد اختار لكم حزب السيادة لمرشحي مجلس محافظة الأنبار كيرة القيادات الكفوءة والشابة والمقتدرة التي ستحمل مسؤولية قيادات مجلس المحافظة. يجب أن نقدم هذه الكوكبة التي اخترناها بتأني من الشرفاء، من أهل الخبرة، من أهل السمعة الطيبة، من أهل النزاهة، من العوائل الكريمة والمعروفة مثل الشيخ أكرم وأخوانه. حضوركم هذا وسام شرف على صدري أمشي به. يسلم الله يحفظكم. وترى احنا ما نكبر الا بيكم، والانسان مهما كان مكانه ومنصبه حتى ولو كان رئيس جمهوريه ما يكبر غير بهله وناسه. احنا حزام ظهركم، واحنا السياده، واحنا القوه، واحنا الاراده. طبعا ويانا اذا الان الحقوقي المرشح الشيخ اكرم المحلاوي. حياك الله شيخ اكرم، اختصرنا كل المشهد بالدقائق الجايه، اعتقد عندك 6 دقائق. اول شيء نحييك ونحيي البمحال الكرام ونحيي كل عشائر وقبائل الانبار ونحيي صوتك وشجاعتك وقوتك في تمثيل الشباب اللي شفنا رده فعلهم على الهواء، فحياك الله ونسمعك. حيا اصلك. حيا الله يسلمك. حيا أصلك أستاذ أنور. تسلم. الله يخليك. الله يحفظك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب. بداية إلي الشرف
أن أظهر لأول مرة على شاشات التلفاز، وظهوري الأول أن يكون مع البطل أنور الحمداني خادمكم صاحب الصوت العالي والشجاع، صوت المواطن العراقي الأصيل. خادمكم الله يحفظك. تسلم. الله يخليك. تسلم. خليك الله أستاذ أنور. بداية أعرف عن نفسي أني الله يخليك أستاذ أنور، أني الحقوقي أكرم خميس عبد اللطيف المحلاوي. نعم. مرشح عن محافظة الأنبار في حزب السيادة تسلسل واحد رقم القائمة 185، من مواليد 1983، ولدت في قضاء هيت في مدينة هيت الحبيبة ناحية المحمدي في محافظة الأنبار. أحمل شهادتين في بكالوريوس في القانون وبكالوريوس في اللغة الإنجليزية. عملت في لمدة سنوات عضو مجلس المحلي لقضاء هيت سابقا، واليوم أني مدير ناحية المحمدي إلى وقتنا الحالي. نعم والله وكفو منك. نعم. وبارك الله بيك ويسلمك. وأرد أسألك بصراحة هموم المواطنين اللي تشوف أنه يجب أن ينهض بها مجلس المحافظة، رسالتك شني إلى أهلك وناسك من كل العشائر والقبائل؟ تدري هسه أهل الأنبار أكو بيهم متوجز يقول لك ما أروح للانتخابات، وش راح يصير؟ زين دولة شو ترد عليهم؟ نعم. صوت جاي. نعم أستاذ أنور. نعم أستاذ أنور، يعني إحنا تدري بداية كل المرشح أن يطرح ما ما يقدمه للمواطنين ويطرح برنامجه الانتخابي. نعم. الحمد لله أنا برنامج الانتخابي باسطة قدامي من قبل. نعم. يعني أنا من عائلة قيادية سياسيا وعشائريا. صحيح. وأنا جدي عبد اللطيف الفاضل الله يرحمه في زمن العهد الملكي هو نائب ممثل عن الأنبار. صحيح. في مجلس الأعيان في سنة 1923 مجلس النواب. نعم. الملكي. نعم. واليوم أنا أجدد له العهد سبحان الله اليوم. نعم. إحنا في سنة 2023 أنا إن شاء الله رشحت على مجلس المحافظة حتى أستمر في العطاء من بعد 100 سنة من 23 إلى سنة 2023. والله وكف. أجدد له العهد. والله وكف. والله وكف. وأرفع هذا الاسم الذي نظر نفسه خادم للأنبار وخادم لكل مواطن. الله يبارك. الله يحفظكم. انت عندك واني شقيق النائب. ايه؟ الشيخ عادل خميس المحلاوي رفعت راسه للشيخ لثلاث دورات انتخابيه. الله يحفظك. يستاهل. يستاهل. يخليك راسك مرفوع دوم. انت قلت حكايه درست. ايه درست في مدرسه النائب الشيخ عادل المحلاوي. انا درست في مدرسته وعلمني هو اخويا الكبير. والنعم منك. وتعلمت منه انه اخدم الناس. بارك الله بك. حقيقه المواطن يحتاج خدمة حقيقية. يحتاج ما يحتاج شوارع وإنارة، أكثر ما يحتاج سند وظهر. سند وظهر. المواطن الأنباري اليوم يشكو عندنا مغيبين، عندنا عوائل شهداء ما استلموا حقوقهم، عندنا عوائل الجرحى ومتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية لحد الآن ما تعوضوا، 10% ما تعوضوا. هذه هي الخدمة الحقيقية اللي آني نظرت نفسي أنه أرشح لمجلس المحافظة حتى أكون صوتهم العالي والمطالب بحقوقهم. بارك الله بك. أنت عندك 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 رسالة وجهتها لأهلك. نعم. وناسك من هيت ومن حديثة ومن القائم ومن الرمادي. نعم. كل أهل الأنبار غربة وشرقة. قلت لهم اللي ما يعتمد على أهله شلون؟ ما يعتمد على أهله؟ قلت لهم حتى رئيس الجمهورية يحتاج أهله شلون؟ قولها قولها عافية طبعا عافية. أستاذ أنور إذا سمحت لي إذا سمحت لي خادمك الإنسان أستاذ أنور. الإنسان ما يكبر منصبه. أنا سمعتي أكبر من المنصب. صح. أنا سمعتي هي الدائمة. نعم. المنصب والكرسي عمره 4 سنين بس أنا سمعتي هي الدائمة. سمعتي هي الوسام الشرف اللي أمشي به. نعم. أني من بيت قدم نفسه وناظر نفسه لخدمة الناس. واليوم أنا أقول وأكررها، أقول ما يكبر الإنسان لا بمنصبه ولا بكرسيه ولو كان رئيس جمهورية، ما يكبر غير بهله وناسه. لأن منصب رئيس جمهورية زائل بس أهلك وناسك وسمعتك تموت
انت وتبقى تبقى هي سمعتك دايره بين الناس. اي والله صحيح. فاحنا سفراء سفراء لاهلنا سفراء لاهلنا استاذ انور، ان شاء الله ما نجيب غير السمعه الطيبه ورفعت الراس. انا بالمحافظه قدمت الشهداء وقدمت التضحيات لهذا الوطن العزيز. نعم منك ومن الانبار، انبار الخير والعز والنعم والنعم والرجال. ما عليك زود، احنا نبارك بيك ونشكرك واحنا اخوتك ونريدك ان شاء الله تخدم اهلك واللي يخدم اهله يكبر والتاريخ يسجل مثل ما سجل جدك ولابوك يسجل الشيخ عادل ويسجل لك ولا يهونون كل اهلك وناسك لانه هذا هو الفخر. المرشح الحقوق الشيخ اكرم خميس عبد اللطيف المحلاوي، بارك الله بيك. رقم واحد سيادة، واحد أنبار. شكرا جزيلا. يا حياك الله، يا حياك الله، يا مرحبا. واحد يا مرحب. سيادة، سيادة وقوة وإرادة. واحد سيادة والنعم، والنعم واحد أنبار، شكرا. روح زميل مخرج. نعم. الشعب يوما أراد الحياة، إلى الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن الأنبار إلى بغداد راح يكون ويانا الأستاذ عبد الباسط إبراهيم العزي، المرشح على محافظة بغداد حزب السيادة، رقم القائمة 185، رقم التسلسل 5. خلي نشوف هاي المادة ونرجع. بغداد وتفقد نبض الحياة لأن تراثها وعراقتها مغمورة ومنسية، لدرجة أن أقدم مناطق بغداد أصبحت عرضة للتهديم والانتثار نتيجة الإهمال والتخريب. سنعمل من خلال مجلس محافظة بغداد على مشاريع حقيقية لإعادة تأهيل مناطق بغداد القديمة وإحياء تراثها واستثمارها سياحيا. المرشح عبد الباسط إبراهيم العزي، تسلسل 5، عن السيادة 185. والله وكفو. تدرون ليش؟ لأنه إحنا من بالعراق، إحنا كعراقيين لازم نحكي على اللي نفهمه، ما لنا علاقة، كل بلد إلى مجتمعه وإلى ثوابته. لكن بالعراق لما تذكر الأبناء عشيرة العزي تلقاهم كلهم أدباء مثقفين متمرسين بتاريخ بلدهم ويملكون الرؤية المستقبلية للحفاظ على إرثهم وعلى ما بناه السابقون في حضارات الوادي الرافدين إلى أن يكون واقع ملموس لأبناء المجتمع. ولهذا أنت إذا تريد تسأل واحد عن بغداد اسأل عزي، يعني حقيقة. لأنه مثلا لما تحدث عن الأستاذ عبد الباسط العزي المرشح الآن على مجلس المحافظة، هو أحد أهم الذين يحملون هذا الأرث التاريخي، فينقهرون من يشوفون واقع بغداد المرير. ولهذا هاجسهم وإرادتهم هي اللي تدفعهم يروحون باتجاه إلى أن يكون لهم دور. نشوف اللي دي يصير في بغداد. وجه بغداد الحضاري لا نفتخر به اليوم لأنه وجه مشوه، واقعها واقع مشوه. نحتاج إلى مجلس محافظة صادق مع نفسه، مؤمن بعراقيته، مؤمن ببغداد، فيقدر يصلح ويقدر يغير نحو الأحسن. ولهذا الأستاذ عبد الباسط إبراهيم العزي رقم التسلسل 5 المرشح الآن هو خير من تختاروه لهذه المهمة يا أهالي بغداد، كرخور وصافة. أستاذ عبد الباسط حياك الله، سعيد بلقائك. حياك الله أستاذنا. الله يبارك بك أستاذ أنوار. الله يسلمك. الله يحبك ويبارك بعمرك. منون. نسمع من جنابك. أنتم ماجستير تاريخ، معاون مدير عام تربية الرصافة الأولى، تصديتم لهذه المهمة ورشحتم،
أكيد هناك قوة وإرادة دفعتكم إلى ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكري وتقديري وامتناني لهذه الكلمة اللطيفة من حضرتك. الله يسلمك. وشكري لبرنامج قناة الفلوجة لاستضافتنا هذا اليوم. حقيقة نبذة مختصرة عن حياتي وسيرتي الذاتية. أنا عبد الباسط إبراهيم العزي، ماجستير التاريخ، عملت مدير مدرسة لمدة 20 سنة، عملت مدير ملاك تربية الرصافة الأولى سنتين، عملت معاون مدير عام تربية الرصافة الأولى منذ عام 2015. كملت دراسة الماجستير بعد أن حصلت البكالوريوس في اختصاص التاريخ. همي الأول هو أن تكون التربية والتعليم في مصاف الدول المتقدمة. اليوم العملية التربوية تحتاج كثير من الجهد، تحتاج كثير من العطاء، تحتاج أن نكون سباقين في محافظة بغداد ومجلسها، أن نجعل مدارسنا مدارس تليق بأبنائنا، أن ننهي موضوع الازدواج بالمدارس وإنهاء موضوع المدارس الكرفانية. اليوم بغداد في القرن 21 هناك بعض المدارس كرفانية. هذا تراكم وزاري منذ النظام السابق وإلى الآن، يعني منذ 2003 وما سبق، لأن كانت هناك حالة حصار، عدم اهتمام بالأبنية المدرسية، هناك زيادة مستمرة في أعداد التلاميذ، هناك نزوح على بغداد كبير، هذا النزوح أدى إلى زيادة في أعداد التلاميذ. نأمل من خلال عملنا في مجلس محافظة بغداد إلى بناء المدارس وتوسعتها وأن تكون على مستوى يليق بأبنائنا التلاميذ والطلبة. يعني الواقع الدراسي مثل ما تفضلت أستاذ عبد الباسط سيء جدا، والواقع أيضا يعني كمجلس محافظة في بغداد شلون شايفه؟ يعني احنا شايفينه برا، من برا والله نشوف واقع مشوه، يعني كمدينة، يعني مجلس محافظة يجب أن تذهب بكل هذا الدور التربوي والعمراني حقيقة. حقيقة عمل مجلس المحافظة هو عمل خدمي تشريعي يخص ورقابي على محافظة بغداد. هناك جملة أمور تهتم بها محافظة بغداد، هي الجانب الصحي والتربوي والشباب والبلديات. نأمل من خلال عملنا في مجلس المحافظة أن نكون يد ضاربة لأن نقوم كل حالات اللي صارت سابقا أو حدثت سابقا في أن نجعل مسار مجلس المحافظة والمحافظة بالاتجاه الصحيح. اليوم هناك تشويه مثل ما تفضلت حضرتك في الجانب العمراني لبغداد، هناك كثير من المناطق الخضراء بدأوا يتجاوزون عليها، وهذه رئة بغداد. ينبغي علينا في بغداد أن نهتم بتراث بغداد. أنا من منطقة شعبية، منطقة الفضل، قلب بغداد وروح النابض. هذه المنطقة في يعني تبعد عن أمانة بغداد كيلو ومتر، وهناك تخسفات في المجاري منذ سنوات كبيرة. هناك حاجة ماسة لأن نهتم بتراث هذه المنطقة. هذه المنطقة حقيقة لها أثر كبير على مستوى تاريخ بغداد والعراق. كذلك هناك امتداد لبغداد القديمة، سوق السراي، المتنبي، شارع سوق الصفافير، شارع الرشيد بصورة عامة. هذه قبلة السياح كانت في زمن السبعينات. ينبغي علينا أن نعيد تراثها، نعيد تاريخها، نعيد رونقها، أن نجعل من جامع الخلفاء وجامع الحيدر خانة منارة للزوار القادمين من كل بقاع العالم. إن شاء الله. أريدك توجه نداء لأهلك، أهل بغداد، لأنه حتى أكون صادق وياك، إذا صار تقاعس ما راح يصير مجلس محافظة مضبوط ومتكامل. هل تدعوهم إلى أن يتكاتفون ويروحون للانتخابات حتى يشوفون وجه بغداد أفضل في ظل كل اللي تفضلت منه من 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 واقع مشوه؟ نعم. إحنا نتأمل ونحث جمهورنا إنه المشاركة الواسعة بالانتخابات. حقيقة التكاسل
وعدم الخروج ورفض الانتخابات حالة مو صحيحة بالوقت الحاضر. أنت تريد تنهض بغداد، تريد تحصل حقوقك وحقوق أبنائك، لازم أن تظهر بصورة كبيرة، لازم تحصل أكبر عدد من الأصوات حتى تقدر تدافع عن حقوق أبنائك. اليوم مثل ما تكلمنا عن الواقع الصحي والبيئي والتعليمي، هذا ما يحقق القاعد بالبيت، يحقق اللي يطلع للانتخابات ويدافع عن حقوق أبنائه، يدافع عن حقوق مستقبلهم. المستقبل المجهول الآن، بغداد هي قلب العراق، هي رئة العراق، هي هاي الزيادة الكبيرة صارت بالأعداد السكانية، هاي يجب أن تجد الدولة لها منفذ، يجب أن تجد لها مخرج. حقيقة اليوم البناء يجب أن يكون خارج بغداد، يجب أن تهتم الدولة حقيقة بالمشاريع العمرانية الخاصة بأصحاب الدخل المحدود في أطراف بغداد، يجب أن يكون هناك مترو لنقل المواطن من أطراف بغداد إلى داخل بغداد وفك هذه الازدحامات الخانقة اللي تصير ببغداد. هناك عمل كبير يجب أن تنهض ببغداد وتعيد وجهها المشرق الجميل إن شاء الله، وكل أملنا بكم إن شاء الله. الأستاذ عبد الباسط إبراهيم العزي، إن شاء الله توصلون وتحققون أمل أهلكم، وبارك الله بك، وتحية إلك، تحية إلك، وكنا وياك وكنا أخوتك وكنا مساندين إلك. إذن تسلسل رقم 5 حزب السيادة، القائمة 185، بارك الله بكم أستاذ عبد الباسط، شكرا جزيلا لكم، تحياتنا واحترامنا. بارك الله بك، بارك الله بك، شكرا جزيلا. أرجع بالله زميل المخرج، أنا أريد أقول يعني إحنا متمسكين بإقرار قانون العفو العام، متمسكين بهذه الحملة، إحنا على المستوى الشخصي وكمواطنين، وأنتوا أهلنا وقناة الفلوجة وجناب الشيخ خميس الخنجر قال إحنا إن شاء الله ننتظر رئيس البرلمان الجديد حتى يتم إقرار القانون. أنا إحدى المواطنات أرسلت إلى خلود الزيادي مديرة العلاقات والمتابعة، أرسلت فيديو تعايد ابنها، وابنها هو أحد السجناء، وتقول اليوم عيد ميلاده، وردة وجه له معايدة من خلال برنامج استوديو 185، وخادمكم أنور حمدان. حياك الله أختي، ونتمنى لها الخير والبركة، وكل عام وهو بخير إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ أنور، أنا حبيت أعايد ابني عن طريق قناتكم، لأن هم بس هاي القناة يباعون، وكل عام وهو بخير إن شاء الله يا ربي يطلع بالسلامة. أيمن حبيبي كل عام وأنت بخير إن شاء الله يا ربي الموفقية، وتطلع لنا بالسلامة، هاي أول مرة أنت تبعد علينا هالبعد هذا، وإن شاء الله ربي يفرج عنك وعن كل المظلومين وعن أيس يحيى ومحمد، إن شاء الله يا ربي طلعون بالسلامة، وإن شاء الله نشوفكم بأقرب وقت يا ربي، وإن شاء الله يديم هالقناة هاي اللي توصل صوتنا، وإن شاء الله ابني أنور الحمداني إن شاء الله أنت تاج على رأسنا وتوصل صوتنا وصوت كل مظلوم يا ربي، وإلك ألف تحية يا أنا خادمكم وصوتكم. وأنا مثل ما عرفت الآن من الدكتور علي زكي أنه هو ابنها الوحيد، الله يفرج عنا إن شاء الله، ويفرج عن كل السجناء الأبرياء يا سجن سجن بغداد المركز يعني بالرصافة لو أبو غريب، الله يفرج عنا وعيد مبارك، وإن شاء الله يعني هي مثل ما قالت هاي صار لها أول مرة يحتفلون بعيد ميلاده، إن شاء الله الله يفرج عنا وتحتفلون بي قريبا بخروج هيك، تجيبون موسيقى وطبل وهلاهل وشوكليت إن شاء الله، شوكليت شو يقولون هاي شوكليت، يقولون شوكليت والي وياي قمر السامرائي المحامية. سيد قمر أنا سعيد أن نلتقيك، وريد نخصص بها فترة هيك 10 دقائق تحكين بيها يعني الرسائل اللي توصلش، يعني مثل ما ردناها من أم أسامة نريدها أيضا منك. حياك الله المحامية قمر السامرائي. أهلا بك أستاذ. هلا هلا هلا، أريدك أهلا بك، شنو ملاحظتك الأولى أنه أكو منظمة وهمية رايح الكركوك بال 2015 ماخذة منطقة مساعدات، وورا المساعدات ماخذة أسماءهم ووثائقهم حتى تأخذ بها قروض 9 مليار دينار، 9 مليار دينار، 250 عائلة، وعن كل واحد عن كل واحد ماخذ 30 مليون دينار. هاي شو يسوون؟ شنو هالمصيبة الخطيرة اللي وقعت براس الناس؟ هسه اكتشفوها. اهلا بك استاذ انور، اول شيء استاذ انور في خصوص هذا الموضوع، القروض تتحملها المصرف،
لأن المواطن من يسحب قرض يشترط حضوره إلى المصرف ويشترط تواقيع أو معاملة، وأساسا حتى إذا تم توكيل أي شخص آخر يحتاج ذلك إلى وكالة عامة مخصصة بهذا الموضوع، يعني مو شرط مطلقة، مخصصة بهذا الموضوع. فبذلك إنه هذا المنظمة اللي سحبت هاي القروض أكيد عندها يعني اتفاق ويا المصرف الذي تم منح القروض، فهنا المصرف يتحمل المسؤولية أيضا، بالإضافة إلى العفو الصوت بدأ يطلع. إحنا دعيناهم، لا أختي نسمعش إحنا دعينا النائب الشيخ مهيمن الحمداني القيادي في حزب السيادة، ريت طلعوا صورة، دعيناهم إنه باكر يا ريت يطلعون ويانا من حزب السيادة، إذن هم لا يتحملون لأن هم ما رايحين، هم ما رايحين، هم ماخذين مساعدات بس مسجلين اسمائهم. لا استاذ انور، ووثائقهم يعني جنسيتك شهاده الجنسيه. اي تفضل استاذ. يشترط حضور المواطن بنفسه عند استلام القرض، او انه شخص موكله وكاله عامه مطلقه، وحتى هاي الوكاله العامه مطلقه ما اعتقد انه فد يوم مصرف انه مانح قرض الى شخص بوكاله عامه مطلقه، دائما الشخص بنفسه يروح اكو توقيع حي له ويستلم هذا القرض، فبذلك انه المصرف يتحمل هاي المسؤوليه. وهاي حالات النصب واحتيال هوايه وكثيره، يعني حتى حاليا فيما يخص الدولار وفيما يخص سعر البنك المركزي ال 132 يتم عن طريق انه استلام عن طريق الباسبورت مالتهم والبطاقه الموحده، ويستلمون سعر صرف او يحولون مبالغ هائله. مبالغ يعني هاي مبالغ غسيل اموال تتحمل باسماء اشخاص هم ما لهم علاقه، أشخاص عاديين، مواطنين عاديين، حتى ممكن ما يعرفون القراءة والكتابة. تمام. فهاي هنا أنا مشكلة يعني عظيمة. يعني نقدر نطمن المواطنين إن شاء الله ذول ال 250 عائلة إن شاء الله ما عليهم شيء. أنا أريد أسألك. أكيد 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 أستاذ، المصرف يتحملها والمنظمة كذلك الوهمية. تمام. ست قمر، وصلتك رسائل هالأيام فيما يخص قانون العفو العام؟ إحنا ردنا بين فترة وفترة إنه إذا أكو رسائل أكو يعني موجهه لرئيس الوزراء. أي أكيد للوزراء. يا ريت متفضله. نعم وياها زميل المخرج. اكيد استاذ، احنا بذاك الحلقه السابقه تكلمنا بخصوص موضوع التقرير الطبي، وبينت لسيادتك انه ما ممكن انه هنا أنا بس اي مواطن حاليا يمر علي اكثر من شهر. يرحم والديك، انا لا سيادتك ولا استاذ ولا مخلص دكتوراه، انا مواطن اسمي انور الحمدان. تقدر تصحي لي ابو عزت، تقدر تصحي لي ابو دوله، تقدر تصحي لي باسم اخوي انور. بس متفضل أنور. متفضل حياك الله. اكيد استاذ انور. استاذ انور، بينت لك بالحلقه الماضيه انه التقرير الطبي شيء مستحيل. حبين لك ليش مستحيل. حتى الحالات الجديده اللي ما متجاوزه الشهر، بعض القائمين بالتحقيق، واني ابين البعض يعني مو الكل، يستخدمون اساليب مثلا بالشتاء يبللون المتهم بمي بارد وبعدين ينتلوه. فهاي الاساليب ما تظهر عن طريق الفحص عن طريق الطب العدلي وعن طريق اللجنه الطبيه، او مثلا يخلون كيس اسود وخاولي براسه وينقعوه بمي. فهاي الاساليب ما ممكن انه تظهر للعلن انه اكو شده خارجيه، لان القائمين بالتحقيق البعض اكيد من قمنا نطلب طلبات احاله اللجنه الطبيه قاموا ما يتركون ثغرة على نفسهم. أنت تعرف أنه بعض الحالات أنه يوصل بعض المتهمين إلى الموت، وأكو حالات عديدة وذوي المتهمين حركوا شكاوي بحق القائمين بالتحقيق وتم إدانتهم. ليش إحنا بعض الحالات عندنا محامي لقيناه ميت ومكلبته إيديه؟ لا إله إلا الله. وين المعاملة الإنسانية؟ الدستور العراقي نصه أنه الإنسان حريته مصونة وكرامته، وين الكرامة المصونة؟ أنه هذا الشخص محامي انتهم بدعوة نلقاه إحنا الكلبشات بإيده وميت؟ يا سنة. وميت مسموم؟ يا سنة. وما تبين الحد الآن؟ يا سنة هذا الكلام؟ هاي السنة وما تبين الحد سنة 2023؟ ها شو ما معلن والحد الآن ما تبين أنه منو؟ لا معلن عنها استاذ انوار، والمحامي كان متهم وبيده كلبتشات ومات. شو اسمه؟ والموت مات عن طريق السم. شو اسمه؟ والله ما اتذكر اسمه صراحه. يا ريت اذا احد من يا ريت اذا احد من اهله يا ريت اذا احد من اهله مستعد يطلع بالبرنامج حياه الله. اي نعم. هاي الحاله حصلت بكربلاء. في كربلاء هاي الحاله اعتقد حصلت بكربلاء
في كربلاء المقدسة والمحامي مات، والحد الآن يعني حقه احنا ما ماخذيه، وهذا حق زميل بالنسبة إلي يعني. حقك. حق المحامين بشكل مطلق، مو حق انه شخص واحد. تمام استاذ. استاذ بعض الحالات انه المتهمين يعترفون على جرائم مستحيلة، مثلا المتهم يقول اني فجرت الدائرة الفلانية، وهاي الدائرة الفلانية هي اساسا ما متفجرة. أو فجرت الكنيسة الفلانية أو الحسينية الفلانية أو الجامع الفلاني، وهي ماكو أي أصل إخبار بهذا الموضوع، ويتم إدانة المتهم، ولحد الآن هؤلاء المتهمين بالسجون، بالإضافة إلى منطقة الطارمية والتاجي. بعض القائمين بالتحقيق هم ينكرر قاموا ويشيلون الناس يعني بشكل جماعي ويدونوهم على إفادات بدون ما المتهم أصلا يقراها. أنت تعلم أن المتهم ما يقرأ الإفادة يم القائم بالتحقيق، ما يطلع عليها، مجرد توقيع، ما يخليه يقراها. ليش ما يخليه؟ أو حتى إذا أمتنع من ضابط التحقيق ما يخليه؟ أي ضابط التحقيق حتى بعض الحالات القائم بالتحقيق مثلا يدون. والله ما يصير يا معالي وزير الداخلية المحترم، هذا شلون يصير؟ يعني أرجوك تحقق معاليك. أني عن طريق يعني قناتكم أوصل رسالة للوزير الداخلية. وزير الداخلية كلش مشدد فيما يخص موضوع الرشوة. نعم. مشدد فيما يخص موضوع الرشوة ويطرد ويطرد الضباط مهما كانت رتبته. من الأولى طرد القائمين بالتحقيق اللي يقومون بانتهاكات يعني لا العقل يقبلها ولا القانون يقبلها ولا حقوق الإنسان تقبلها ولا الدستور العراقي اللي إجا وراء 2005 اللي إحنا حاليا نمشي عليه. وهذا الدستور العراقي ماكو أي قانون يعارضه، وأي قانون يعارضه يعتبر باطل. عفي عليك. المفروض هؤلاء أي والله المنتسبين لا ويحاكمون، مو بس طردهم، يحاكمون يعاقب أكثر من المرتشي. عفي. أكثر من المرتشي. عفي. لأن جسم الإنسان وكرامته مصونة مهما يكون متهم، مهما يكون مذنب، لأن أول تالي اللي هو مذنب عليه أدلة أخرى، ما يحتاج إقرار، عليه أدلة أخرى ويتم إدانته بوجبها. أستاذ أرد أوصل لك رسالة. طبعا إحنا هنا أنا نشكر السيد القاضي أحد قضاة التحقيق في اللي تخص دعاوى الإرهاب. بعض أحد القائمين بالتحقيق تذكرين اسم القاضي عليه متهم، تذكرين اسم القاضي حتى نحييه؟ ما أقدر يعني، ممكن هذا الشيء خلاص. لا هو أحد قضاة الكرخ المحترمين. أكو إخبار وصل له يعني مخبر سري، القائم بالتحقيق جاب مخبر سري على متهم. طبعا المتهم تم تدوينه بالاعتراف، وأحد المحامين الزملاء الشجعان بين لسيادة القاضي أنه هذا المتهم يعني بريء من التهمة. عندما توسع السيد القاضي بالتحقيق تبين انه المصدر اللي مدون اخبار عن هذا المواطن هو منو؟ وحده بنت ليل. بنت ليل. بعد ذلك السيد القاضي عرف انه هذا الاخبار مو صحيح. قام بفتح دعوى بحق القائم بالتحقيق. عافية. والمتهم طلع افراج. عافيه بهذا القاضي. ووضح للقائم بالتحقيق، قال له مثل ما انت ردت تكسر انسان بجريمة توصل عقوبتها للإعدام وهو ما متخذ أي شيء وما مسوي شيء مخالف للقانون، أنت راح أني أسوي بيك مثل ما سويت بيه. عافية. والله عمك والله بطل هذا. ثلاث سنوات. بارك الله بي. سنوات. بارك الله بي. تحياتنا من خلاله. هو القاضي محترم. تحياتنا من خلاله. وإحنا إلى يعني إلى نطلب حيي وبارك بي وقولي له إن شاء الله لله هاي لله. أكيد أكيد. شكرا. أكيد هو من القضاة النزيهين طبعاً. هو بغداد والمعروفين بشجاعتهم. بغداد المحافظات. أي بغداد محكمة الكرخ. تحياتنا له. شكرا لك. محكمة الكرخ. أي. شكرا خلاص الوقت. احنا نلتمس. أي نلتمس من. أي التمس بسرعة. يلا. نلتمس من مجلس القضاء. من مجلس القضاء إنه يكون كل القضاة هكذا. إن شاء الله. إن شاء الله. والسبب هو مو تقصير من القضاة. لا بس أرد أوضح أستاذ أنور، مو تقصير من القضاة. بس العدد مال القضاة 1000. أي. أوكي. 1500 قاضي وادعاء عام، فهذا ما يناسب العدد قليل 40 مليون عراقي. فلازم العدد يكون مناسب للشعب، حتى القضاة يكون عندهم وقت يستفسرون من المتهمين، لأنهم حاليا محصورين بوقت معين. انت ويانا ان شاء الله، احنا باكر اذا ام اسامه انت عقب باكر كملين نعود الفكره. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.